الكرام. إذن اندفاع موفق سيداتي أنساتي سادتي من تشاهدون وتتابعون ميدان الملك خالد هنا في الطائف لختام أشواط هذا اليوم والأفراس التكافؤ من 63 حتى 79 مئة ألف ريال تنتظر هذه الأسماء على مسافة السافن فورلون تقدمهم على الأسماء تصنيفا عالمية ابنة براكتيكال جوك والمطاردة في ثاني المراتب من قبل قاسية في المرتبة الثانية بنت الريح تتمركز في المرتبة الثالثة بمحاذاة رمال المغترة هاجت راي في المرتبة الثالثة والقدوم للريم في خامس المراتب 11 ثانية و43 جزء من الثانية غزة تتمركز في المرتبة التاسعة في هذا الشوط تتقدم عالمية في أول المراتب بنت الريح في المطاردة في المرتبة الثانية بالتحدي بين هاجت راي والريم هنالك تتقدم رزة وكذلك مميزة من المسار الخارجي مشاهدين الكرام لا تزال في المرتبة الأولى بالرقم واحد عالمية هنا يستحث محمد مهند النصار في أولى المراتب وضحة الخير قادمة من بين الأسماء والخذور لبنت الريح في المرتبة الثانية قاسية تبحث عن المسار عالمية تبدأ في المرتبة الأولى وضحة الخير القادمة من أيرلندا تتقدم الآن في أول المراتب مع محمد اليامي يستحث أكثر فأكثر بشعار محمد العتيبي تحضيرات المدرب سلمان عضياني عالمية تغير المسار برنسس يارا قادمة بالدخول وكذلك ديزير جي وإلا برنسس يارا تنقل تبدأ بانطلاقة رائعة ابنة ماستري تتقدم بشعار سلطان العماش تدريبات سلطان الجلال وكانت الخيال أليكسس مورينيو باندفاعة موفقة على خط النهاية برنسس يارا والقادمة من أمريكا ابنة ماستري تقدم وتسجل انتصارها الأول في سجلها السباقي.